تعالوا نشوف اخبار محترفينا ايه في الخارج وناخد جوله سريعه جدا معاهم في فقره الجي بي اس. انجلترا ونجمنا طبعا محمد صلاح نجم ليفربول شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي تعادل فيها سلبيا امام كريستال بالاس في البريمير ليج. مده مشاركه صلاح كانت 90 دقيقه، كان ليه 3 محاولات على المرمى منهم واحده في العارضه. التمريرات 75% 25 تمريره بنسبه دقه 75%، التمريرات المفتاحيه 3، صناعه فرص مؤكده 1، مراوغات 2، وخسر الكره 9 مرات، وتقييمه في المباراه دي كان 7.7. وما زال ليفربول بيحتل المركز السابع برصيد 36 نقطه في البريمير ليج. سام مورسي ابسويتش تاون ليج 1 ومعانا طبعا في او شارك في فوز فريقه اللي حققه في اخر مواجهه على فريق ميلتون كينز دونز. نتيجه المباراه كانت 1-0 لصالح ابسويتش تاون، وشارك لمده 90 دقيقه واحرز هدف المباراه الوحيد. كان ليه 56 تمريره بنسبه دقه 71%، تمريرات مفتاحيه 1، خسر الكره 17 مره وتقييمه 7.5 درجه. وابسويتش تاون بيحتل حاليا المركز الثالث برصيد 63 نقطه. هنسيب انجلترا طبعا لانه انني مش بشارك مع الارسنال في الفتره حاليا، ونروح جيرماني او المانيا مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش، اللي خلاص ويمكن اللي بيتابع السادسه عارف ان انا قلت لكم الاسبوع اللي فات انه قاب قوسين او ادنى من الانتقال لانتراخت فرانكفورت، وقد كان النهارده بيتم تاكيد الخبر وبيقولوا انه فرانكفورت على بعد خلاص انهاء الصفقه وضم النجم المصري عمر مرموش. مرموش شارك في فوز فريقه في مباراته الاخيره في البوندسليجا على كولن بنتيجه 2-0، شارك لمده 88 دقيقه وصنع هدف من الهدفين اللي احرزتهم فرقته. كان ليه 5 مراوغات نجح في 4 منهم، تمريرات 19 بنسبه دقه 79%، تمريرات مفتاحيه 1، كرات طوليه 2 نجح فيهم بنسبه 100%، وخسر الكره 15 مره وتقييمه 7 درجات. وفريقه فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز السابع في البوندسليجا برصيد 33 نقطه. خلصنا من المانيا لانه ما فيش غير مرموش، ونروح لفرنسا اللي ما فيهاش غير مصطفى محمد لاعبنا طبعا ومهاجم المنتخب المصري اللي بيلعب لفريق نونت الفرنسي، وللاسف فريق نونت خسر المباراه الاخيره امام ستاد ران بنتيجه 1-0. كان مصطفى محمد نصيب في المشاركه في المباراه دي لمده 21 دقيقه، ملوش ولا محاوله على المرمى، لمس الكره 4 مرات وخسرها 3 مرات من الاربعه، وتقييمه 6.5 درجه. ونونت حاليا بيحتل المركز ال 13 برصيد 28 نقطه في الليج 1. من نونت فرنسا نروح لتركيا، وتحديدا طبعا نجمنا محمود تريزيجيه الحقيقه يمكن لاعب ترابزونسبور اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بخساره الفريق امام بازل في دوري المؤتمر الاوروبي بنتيجه 2-0. تريزيجيه شارك لمده 90 دقيقه وكان ليه 5 محاولات على المرمى، مراوغات 6 نجح في 5 منهم، تمريرات 83% نسبه دقه، تمريرات مفتاحيه 2، اهدر فرصه مؤكده والالتحامات الارضيه 17، كسب 12 منهم، وتقييمه في المباراه كان 7 درجات. طبعا السعوديه يمكن عشان دوري ابطال اسيا ما كانش فيه مشاركات لنجوم منتخب مصر طارق حامد واحمد حجازي، فما بنتابعش اخبارهم الاسبوع ده،